يرغب عشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. قسم التمثيل يقدم. عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟ نعمل زوج إذن، يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة. رحلة؟ مرحبا بكم في قناة محب المسلسلات إذاعية المغربية. رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة، كتبها أحمد الطيب لعلج، تسجيل أحمد الجوهري، إخراج عبد الله العمراني. الحلقة 11. شكون هذا؟ شكون؟ ما تخافش غير انا. شكون انت؟ المقدم الحنفي. ياك خلعتيني، يسحبني شي واحد اخر. شكون باغي يكون هذا الواحد الاخر؟ قلت زعما شي شفار. غير نعس مع راسك وتهنا، عندنا الامان التام هنا. هذه مدة طويلة وانا مقدم في هذا السيد، عمر شي واحد ما تعدى عليا ولله الحمد. انا غير سمعتك كتقول شكون، نط نشوف واش كاين. ياكو كان انت لاباس. لا لا باس، لا باس. يوالينا سعيدة واحلام لذيذة، وانت كذلك. صافي الاخ بدا يشخر. اجي لهنا هالباب، هنا كاين الربيعة والسي الحنفي. حتى هو هنا عمرو ما كيقدر يفارق الربيعة. هيا أول حاجة زول الجزاجة ديال الضو. ولاش؟ باش حتى إلا فاق سبحان الله وبغى يشعل الضو ما يلقى ضو. فكرة. ولكن فين هي الزجاجة؟ أنا عارفها، غير أجي لهنا. أنا حني ظهرك نطلع نزولها. أنا يلا. ها هي شد مني وحطها في الكفة. غادي تهرس. زايد نقص نيابوها، تعمل صداع. ولا عليك. وإلا فقد المتعوس. شكون المتعوس؟ أنا في المقدم. شكون؟ شكون هنا؟ شكون هذا؟ أش كتعملوا هنايا؟ أش كتعملوا تما؟ ويلي، واش ما كاين ضو؟ أشكون؟ عدو؟ عدو؟ عدو جاوبني. عدو ادوي، واش تاع عدو ولا علي؟ انا عدو. وانا علي. وانا علي. وشنو بغيتيو؟ اش فيقتوني؟ مالكم جيتو لهنا؟ بغينا الحصيصه. اش من حصيصه؟ هذا راجل مسكين ما عندي لا مخبع ولا مودع. شوف والله سيدي ما خبيت عليكم ما عدا ذنوبي وحاجه اخرى. ذنوبك وحاجه اخرى. حاجة أخرى؟ أشنو هي؟ لالا ربيعة. لالا ربيعة؟ الربيعة ديال السيد ولا تبقى شي كتضخ. الربيعة ديال السيد؟ الله يا ودي، وكيف تقولوا لله؟ هذه راها سرقة، والسرقة حرام، والشفر للنار. ما جابك فينا؟ ولكن هذه راها ماشي شروط الإنسانية. دخلتكم لداري وكرمتكم وشركت معكم الطعام. الله يودي وتغدروني. هذاك الحنفي ما تعمرناش دماغنا بالخوار ولهتو في الخاوية. شوف هذه اللي كتبري في الظلام، شنو هي؟ كيقولوا لها الجنوية. ولاش؟ وراك كتعرف علاش كتصلح، وراك كتعرف الجزار اش كيعمل بها. يا هاد الناس، اتقوا الله وخليوني عليكم في اتساع. اللهم شديتي علينا فمك غير الا ما ساليت لك بوهبل. دوي انت الحاج علي بن شامه، قل لصاحبك السرقه راه هي حرام في الدين، ونهي هذا المنكر. مالك غير ساكت؟ تسكلم. قال لي عقلي هاد الجنوي اللي في يدي ماضيه كتبري لوداج كتقلب على شي عمق. يا ربي بعد علينا شي قليل العمر. عباد الله، شوفوا من حالي لوجه الله،
الربيعه ديال السيد وغادي تعملوا لي حشومه كبيره مع ولادو. عرفتي اش كيجيكم مليح؟ خذوا كل ما عندي في الدار، غير بعدوا لي من الربيعه، ما تقيسوها شي بالكل، ما نبغيكمش توصلوا لها ابدا. عباد الله بعدوا من الربيعه، قيلوا عليكم الربيعه ما بغيكمش توصلوا لها، اعملوا بيا اللي بغيتي وانا قيلوا عليكم الربيعه ما توصلوهاش ديال مولاها ديال السيد. والله ما ساليتي من التعويق حتى نسالي معك حينا. واخا سيدي انا ساكت سيدي، ديروا اللي عجبكم، الله سبحانه وتعالى قوى من كل قوي. يلا زيد انت لهنا، هز معايا. انا لا ماشي معك انت، انا كنتكلم مع داك السيد الحنفي. واش ما كتسمعش ترشيتي؟ لا سيدي كنسمع، ما عندي ما نقول. اجي عاوننا، خدمه مع النصارى ولا الكلاش قصاره؟ وفاش غادي نعاونكم؟ فهاد الربيعه بغيناك تلقى معنا المفتاح ديالها. اسيدي المفتاح ديالها عند ولاد السيد. على ما كيتيقوش يخليوه عندك. دوي جاوبني. والله اعلم. فينك بعدا من الصباح ولا كنهز عليك ومازال ما قلتك شيء؟ انا مزوق فيكم، عملوا اللي عجبكم، انما الروح عزيزه عند الله. عندك وتعملوا لنا شي حاجه شي خطر ولا شي مصيبه؟ او حتى عندك انت. انا مزوق عباد الله. وحصلت واجي لنا فين شي عباد الله؟ عباد الله فين الطعام اللي شركنا بعضنا بعد سيد الحاج علي؟ شوف الحنفي وحده من الزوج غير شهد باش ندبحوك حلال او ارى لنا المفتاح ديال الربيعه. ما عندي مفتاح سيدي، ما عندي مفتاح، انا ما خبيتوش عليكم. يلا شهد. بلاتي الله يخليك، صبر شويه. اش كاين لقيتيه؟ لا لا لا، غير غادي نقول لكم واحد الحاجه، غير ضربوها على راسها وراه هي تحل. وفينا هو راسها من رجليها في هذا الظلام؟ اروها لي انا نوري لكم اش كاين. لو انت موالف بيها. لا حاشا مع الله، ما قلنا والو دابا، غير فكنا حل الربيعه فوق. عباد الله هذه راه السرقه غتخدموا. صافي ظاهر لي باغي الروضه. بسم الله الله اكبر. شهد اخي شهد. لا 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 لا، ها هي سيدي، ها هي، انا نوري لكم كيفاش تحلوها. يا الله كيف غادي نحلوها؟ اش غادي نقول لكم، فرعوها الا ما بغاتش هي تحل. بلاتي اروها لي ليدي، انا اللي غادي نعرف كيفاش غادي نخدم. هي فكنا هات. بسم الله. هاي تحلت. جمع داكشي، الله يقوي الخير على اهل الخير. هادو راهو فلوس السيده وليداتي. تحنا عندنا حقنا في السيد. هاي الحنفي عندك تسرق شي درهم راح نحاسبك عليه هنا، ماشي حتى الغدا يوم القيامه. حرام الا ناخذكم منها سنتيم واحد. هادشي غير ديالنا بوحدنا، كاينه البركه والله ما نويت نلقى هادشي كله. ماشي البارح راه كان السوق وكانوا الزوار بزاف. هاي هذاك بودلفه، احنا مشينا والله سمعناك دويتي وتكلمتي حتى نصفيو لك الدبوح ونخرجوا لك الروح. نعطيكم اسيدي العهد، ما نهضر ما نتكلم. ما تعطينا عهد ما نعطيوك عهد، حنا ما حدك ساكت والجنوي في جواه. انا عارف اش تتكلم، راك تعرف لاش كتصلح الجنوي. راجل لنا انت اش كاين؟ هاد خينا ما خصنا شي نخليوه هنا، راه يفضحنا. عندك الحق، غير حنا نخرجوا هو يبدا يغوت. واش المعمول؟ قال لي عقلي نضحيو به. بحالاش؟ الجنوي ماضي، يا بسم الله الله اكبر، مات المقدم. لا لا لا، صبر بلاتي نخمو شويه، صبر. ما عندك ما تخمم، خليها. الا خلينا عايش ما نجي ونوصلوا للباب حتى يفيق الحومه كلهم ويحصلونا. جراخ بيت هادي، ما كاين لا جره ولا جرتين. خليني سالي معاه وصافي. قلت لك لا، احنا بغينا نعملو الشغل نقي بلادم. ما شفت لك غير ما نضحيو بالحنفي او هو يضحي بينا بجوج. صبر طاحتو جبرناها. شنو؟ نكتفوه يغوت. اذا كتفتيه غادي يغوت. نكتفوه ونشدو له فمو، وهذا هو الحل. اجل هنا انت. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله. ما تخافش، غادي غير نكتفوك الخوا، ما عندك لاش تشهد، مازال الحال عليك شويه. انا مزاوك فيكم وليداتي، لا ما حاولوا عليا لوجه الله. اش عملتي انت؟
يا بلاتي انا كركت في الدين وانا جمعت الكرعين بالحقايه. الله صزي مليح. الله وتخاف عليا. الله الله بشويه بشويه خاوه بشويه. هذه الشرويطه قصرتي عليا. هاد الشرويطه هاد الشرويطه علاش هاد الشرويطه علاش لا الشرويطه عمر ليه بها فمو عاد جمع عليه شوارب وبهاد الرزه باش خاطيك تخرشيش. مزيان اشكل هاكك هاكك باش شديتي ليه فمو برزتو لحيتو من اشكل. يلا خويا السلحه انا في خلينا لك الراحه. كيف غادي ندوزو مع دوك الملاحس بعدا؟ شكون شكون عدو الحاج بن شامه داك علي هو اللي يا اخي نعاسو خفيف دغيا كيفيق. غنحلو الباب شويه وإلا فاق عندي الدواء. أودي الدواء موجود بالحق. حنا ما بغينا شي نوسخو موض هنا بغينا نعملو الخدمه نقيه بلا دم. اما انا كنعرف الجنوي ماضيه ودوزا ورجعا وهانت مهني من الصداع. ولكن السمعه فاش بقات خص الواحد حتى الا كان شفار يكون شفار رقيقي. قيلني عليك من التشاوه شفار لي سي القطره ديال الدم ماشي شفار. ها اجي معايا غير بلاتي وخبى عليا داك الجنوي الله يخليك. زيد شكون شكون عدو 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 شكاين ما سمعتي والو؟ لا لا نرجع مع راسك راه كاين معنا الغاشي في البيت. اوه مصيبة هادي هذا الرجل. قول الشيطان الله ينعلك وخلينا نعشو شوية. هاي باب الله مال هذا الرجل كاين نفسه هكدا. اش كاين؟ قلت لك شحال الضو راه كاين معنا العدو. العدو؟ هي ولا حنا في الحرب 14 نعس ايو الاخ ولا تعاودي تقول لي شحال الضو الله يخليك. اوه ولا تعاودي شي حكاية راه ما نشعلش الضو وما بقى لي ما نحكي لك. يا ديك الله انا مزاوك فيك اخويا عدو شحال الضو. علاش؟ كان شم ريحة النفس. عباد الله ملي خرجنا من بلادنا ما نعسنا على شي فراش رطب بحال هذا. وهذا الرجل باغي يخرجنا نفرحوا له ويبيتنا بلا نعاس. نعس خلاص انا مزاوك فيك راه ساعه تابعنا غدا الصفر. قلت لك شحال الضو شحال الضو انا الخلعه قالت لي يا عباد الله انا بخلوق. قلت لك ما غاديش نشعل الضو انا نعس خلاص وهنيني. واش غادي نشعل الضو علاش؟ بغيت غير نتوضا ونصلي جوج ركعات باش نخرج اللطيف. هاي 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 هذا الرجل فوقاش تفكرتي الصلاه. يا لطيف 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 يا خليني غير نذكر شوية ونخرج اللطيف. يا سيدي خرج اللطيف ولا دير اللي عاجبك غير خليني الناس. والسلامة سيدي. يا لطيف ويا لطيف ويا لطيف ويا لطيف. هيا بان على هاد الصداع دابا تفيق دست الحومة كلهم غير بشوية غير بشوية غير بشوية واخا. يا لطيف ويا لطيف ويا سيدي مازال تقلل شوية من الصوت. ياك يا لطيف ويا لطيف ويا لطيف ويا لطيف ويا لطيف ويا لطيف ويا لطيف. عندي واحد الحل. ما هو؟ إلا بقى هاد خينا كيغوت غادي يفضحنا. إيوا واش المعمول؟ ونضربوا لهاد خينا تكتيفة تاريخية عمرو ما ينساها. عدو عباد الله إلا نموت كاين الغاشي في هاد البيت. وإلا نعس كاين الغاشي في هاد البيت. يا وعدك شكون اللي قبط فيا؟ شكون اللي قبط فيا؟ صافي شديت له فمو الا كتف ليه رجلي. صافي الاخ مكتف على خاطره غير طلق منه. هيا شكاين عندك تشد ليني فو حتى ولا يمشي يموت. ويلا ما تشفيها. قلت لك لا احنا بغينا الخدمه نقيه. اسكت اسكت حيد الدجاجه ديال الضو حيد. شكاين هجري 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 واش ناس؟ ايه ناس. ما سمعتيش شي حاجه تكلمات؟ لا ما سمعت والو. ناس 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 خلاص. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاب الله بحال لا سمعتي حاجه وفقت مخلوع. ناس بحالك ما كاين والو والدار حنا متبوعين بالسفر.
هذاك الحق الله يبيتك فرحة الله. صافي خينا ناس رد بالك غير لهذا عندك تخليه يطلع النفس. اش كتقول؟ لا ما كنقول والو غير كنخرج شويه اللطيف يا لطيف يا لطيف يا كما كنصدعك. ايوا انا مغلوب بالنعاس الله يخليك غير بشويه. ما قولك كنت في واحد تناخر ما لقى النباش غير صبر شويه دابا يصاط. بسم الله الرحيم عجلي عجلي خلينا خلاص. هذا واش حلقك انت هذا اللي قدوي يا لطيف يا لطيف واش حلقت الدوم وغاش شعل عجلي وانا عجب هذا بلي كان حسو بحال الغاشي في البيت. قول الله ينعل الشيطان الله ينعل الشيطان عاوي بلي مش ترجم امتاحو شوية راك غادي تفسد لنا الليلة كلها. ما عندك شي حاجة باش نكتفو هاد المسخوط؟ لا قال لي عقلي المد ما بقى له والو يجي واجب علينا نفكو الجرة مع هاد خينا بأي وسيلة. جنوي لا شنو شنو إلا صمكو بشي دقة للراس. شكون هذا انت هاك خد الله انا بن عيسى المدن هاسي الحنفي. عندك يكون خرج الباب مشدود ولكن ليكو غادي يخرج فات الصباح ماشي هذا هو القصاص كيسافر لبلادو باش يشوف اهلو وزيدو ملي كيجي سافر كيعلمني باش انا اللي كنوب عليه. ما يمكنش ناسي نعاود من الدار نشوف السي الحنفي. المقدم المقدم ويلي كيجا واحد عندك تكون طرات له شي حاجه غنعاود ندق نشوف القوه. السي الحنفي مقدم السي الحنفي السي مقدم شي واحد كاينين كنسمع الانين داك يكون مسكين مريض ولكن الباب مشدود. بلاسي بلاسي نشوف انا الله السي الحنفي مكتف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اصبر 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 بعدا نحلك. مالك اودي على هاد الحاله الله مسكين شكون هو مولاك شكون هو هذا عدو الله اللي شدك فمك وكتفك هكذا دوي حل حل يا رب حي حي يا رب الله عاد رجعت فيا الروح. اشهد ان لا اله الا الله. مالك السي الحنفي اش كاين قل لي دوي ليلك حلا دازت علي يا سي بن عيسى ليله نعاودها الحفارين قبري. ولكن كيف وقع اش هذا شكون مولا هاد الفعيل هادي بعدا غير شكون هو غير هذا بنادم يا باع بلو كلو يا بس لا تبلو. شكون شكون كتعرفو؟ هادو الاصدقاء اسيدي هادو الحباب الحباب بالكل يا خو يا لطيف. هادو شي جوج ديال الناس واحد فيهم صاحبي وعندي معاه صحبه قديمه. ايوا واش سيدي هو وصاحبو قال لك يصل معايا الرحيم. ايوا ايوا اش غادي نقول لك يا اخي وكيفاش غادي نبدا لك قصتي انت انا وكرمتهم وقمت بالواجب ديال الضيافه على قد الحال وفي الليله سيدي الله يجعل لي فيك البركه نادو سرقوا لي الربيعه ديال السيد وكتفوني وزادوا خلفه في حالتهم مع الطريق وكانوا ناويين يفضيو معايا بالمره سيدي ويقتلوني كاع بالكل. كانوا غادي يقتلوك بالكل هي الخاوه بواحد مولاتي الجنويه كتسطع في الظلام وظاهره ماضيه كتبري لوداج وهما ناس كيظهر غربه وبرانين كرمناهم واعتنينا بهم وانت كتشوف اش خرجنا منهم. مصيبه هذه مصيبه هذه الناس اليوم العياذ بالله ما بقاو يراعيو لا طعام ولا يد ولا ملح والو ما كان غير كل مع خويك وشرب مع خويك وعا مع خويك ليه رب الحويجات ويطير لك بالحويك.
ايوا دابا الخوا اش غادي نعمل مع المخزن؟ واش نقول لهاد السيد اللي عامني فيا الثقه ديالهم وعاد البارح دخلت شي زياره كبيره وساقولها الخبار واليوم جايين باش يقسموها بعضهم بعض؟ ايوا وفين هما الشفاره؟ واش كنعاود لك من الصباح؟ سرقوا الربيعه وكتفوني ومشاو في حالاتهم. ايوا ولكن فين كانوا ناعسين؟ في البيت اللي كيخرج السيد من الجهه الاخرى. واحد انت خسر لي زورك يا اخي اسمح لي. ايوا سيدي اش غادي نقول لك؟ الله تعالى كيقول ان الدين عند الله الاسلام. مزيان اصبر اصبر. اش كاين؟ اجي نشوف شكون هذاك بعدا. اجي. لا هذاك راه واحد من ضياف الشفاره طايح على الارض حتى هو مكتف. ها؟ الله اعلم الا واحد فيهم هو اللي سرق وحده. اجي نشوف. اجي. لا حتى الاخر راه مازال ناعس. ولكن اسمح لي هذاك اللي مكتف فايق ظهر لي حتى هو ناعس. ناعس هو مكتف ماشي ممكن. اجي نشوفه بعدا. ماشي ايوا. لا بلاتي اجي نقول لك هادو راهم غير بغاو يبينوا بانهم ماشي هما اللي سرقوا وبان الشفاره الحقيقيين تعداو حتى عليهم حقه ما حقه وهادو راهم ظاهرين من دوك القطاطعيه الشداد اصحاب الغرزات المقتولين والدقات اللي ما كينوضوش الغبار. ايوا رد بالي. واش نعمل اسي بن عيسى؟ افتي عليا شيري الله يرحم الوالدين. الري اللي غادي نفتي عليك هو خلي الاخوان ناعسين او دايرين براسهم ناعسين. وشير يا سيدي ما هو انت قصد الكوميساريه علم البوليس. اودي الله يهديك انا مشارك معهم الطعام ما نقدرش نغدرهم ولا نجيب لهم البوليس ابدا. ايوا لكن هما اللي كانوا علينا يجيبوا لك عزرين. ها وخلاص قيني عليك من هذا محنس الدجاجه بلا بجاجل. سير سيدينا ما هو تعمل الواجب وتخبر المخزن الله يجازيك بخير. عباد الله ما نقدر لا على دعوه ولا على مداعيه. ايوا سيدي خليهم هنا وش انت علم ولاد السيد وعمل شي باش ماكل. لا 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 هذه هي اللي ما نعملهاش بالكل. علاش؟ ايوا خصك تبرني نفسك يا اخي. ايوا الى علمت ولاد السيد ايه غادي نصدقوا في عتق الروح. ايوا شنو ناوي دابا تعمل بالسلامه والعافيه؟ ايوا قلت انا زعما الشفاره مازالين هنا. ايوا ونشوف الى يمكن نحل معهم المشكل غير من اللي لهم وردوا لي الفليسات اللي سرقوا لي من الربيع. يعني ناويهم زعما يرجعوا لك الفلوس. ايوا اله الله كانوا ولاد الحلال. عسي الحنفي اعمل عقلك. واش ولاد الناس كيسرقوا بهذا الغدر وهذا المكر؟ قوم خانة تعمل الواجب والا راك تندم وإلا ما يتهموك بأنك أنت هو الشفار أو عامل يديك مع الشفارة. كيفاش؟ عامل يدي مع الشفارة؟ إيوا هذه هي التهمة القليلة. اضرب يا أخي الحديد ما حدو سخون وبري راسك. وبغيتيهم مساكين يمشيو للحبس؟ إلا ما مشاولوش وهما شفارة غادي تمشي له أنت لأنك سترتي عليهم. إيوا رد بالك راه المخزن هذا. سترت عليهم؟ لا عيني هنايا هنا العين ماشي غير نعلم المخزن. لا يا اخي لا ما تخلينيش انا مع القطاط هي. انت بقى هنا وانا نمشي نعلم الكوميساريه. واخا يلا غير فتر براسك. ها سيبي راسك. ايوا واخا انا ما غادي نتعطلش هاد غيضيا انما رد بالك معاهم وحتى الا فاقوا بك دير براسك يعني ما فراسك ما تعاود. هناك الله غير سيبي راسك وعجل. هادو هما القوم والا فلا. الناس هادو واش من ناس؟ ما بقاش في هاد القوم العيد بالله على ما تحط يديك. وعدي هذا داك علي الحاجه عليا حسره قال لك حاجه. ايوا شوف دابا هادي على ما نطيح العيد بالله كتفوني وكتفوا راسهم ورجعوا ينعسوا باش زعما في راسهم ما يعاودوا. ظهر عدو صاحبي هو مول هاد الجنوية هو مول هاد الفعلة هادي. سيدي مازالين هنايا. وشكون هذا؟ انا سيدي الحنفي المقدم. وفينهما الشفرة؟ هما هادو اللي ناعسين او عاملين بروحهم ناعسين. يا سيدي رانا حكيت لهم القضيه كيفاش عامله غير دابا انت شكاي. فهمت اجمع راسك انت. سبحان الله سبحان الله. واش راجل شكون؟ قلت لك فيق من الناس. شكون هذا؟ البوليس. البوليس. صباح الخير. صباح الخير. اش وقع؟
حاجة لي مكتف. شوف انت كتسولني. هذا شكون اللي كتفو؟ صاحبو سيدي هو اللي كتفو كتفني حتى انا. يا سيدي رانا حكيت لك كل شيء. الهضره في راسي عارف كل شيء. عباد الله اش كاين ما كاين وضحوا لي. انت غادي تعرف اش كاين. لا جمع راسك حل صاحبك يديه. لا صاحبي واش هذا ماشي صاحبك؟ لا صاحبي ولكن شكون كتفو؟ حلوا يديه ومن بعد غادي تعرف. مصيبة هذه اش هاد المصيبة يا عباد الله عاود سلطات علينا. سرقتي الخوار الربيعة ديال السيد انت وصاحبك عدو يعدين الله بزوج الربيعة ديال السيد حنا اياها سيدي انتوما عباد الله عباد الله شحال المصيبة تاني لا صداع يلا جمعوا راسكم وزيدوا قدامي راه زيدوا هيا خويا عدو هيا السيد الحاج علي انا مزاوق في الله وفيكم الى ما سمحوا لي إن بعض الظن إثم الله يسامحه سيدي غير بعد من نعطينا تسع الله وانت السي عدو وحتى السي عدو الله يسامح أنا قلتها لك غير تفرق معنا أيوة وبغيتكم تخليوني على خاطري وتمشيوا تغداو عندي أبدا سيدي أبدا غير بعد منا والله معكم ما أنا مفارق غير إلى ما مشيتي وتغداو عندي شوف الحنفي والله ما تمشي في حالك حتى ندعيك للمخزن علاش اودي علاش دخلت عليك بالله واش هذاك وجهك ولا قفاتك باص سيدي مازال عندك الوجه باش تستدعينا المره الاولى من عندك مشينا للحبس 15 يوم المره الثانيه من عندك قصدي للمشرقه اودي انا حشمان منكم والله ما عرفت فين نعمل وجهي ديروا في جلابتك وبعد علينا خرج من طريقنا يا هذا الرجل غادي يبقى في قلبكم الحقد عليا اسيدي ما بقى في قلبنا حقد غير بعد منك الله يسامح اسيدي واخا انت هو السبب في كل شيء كل ما جرى لنا الله يسامح عباد الله اعطوني غير المناسبه باش نعتذر لكم ها انت دابا اعتذرتي ورحنا قبلنا عذرك ايوا سيدي ها ورحنا فرحانين ايوا وايلا فرحانين لابد تمشيو عندي للدار اسمع داك الحنفي المقدم الى ما تزيدش شي خلفه رانا نعمل معك هنا شي فضيحه حتى يجيو البوليس يجمعونا ايوا هشاد الله عليك وحق محبتكم انا مفروق معاكم غير الا ما زدتيو معايا المحلي باش نكرمكم يا قول لي بالمسرح ما باغيش تفرق معانا غير الا ما رقدتينا في الحبس وصافي حاج علي ساعات شويه الراجل حلف دابا قال لي عقلي يا عدو انت مازال شاوتك تعاود ترجع للحبس عاودي راه حلف سير عدو وحدك اسيد الحاج علي رانا معذور كيفاش غادي تكون معذور وانت مخلينا واحد ناس وواحد مكتف ومشيتي جبتي لنا الشرطه وتهمتينا بالسرقه ودي هذه راها غلطه وقعت لي وبغيت نكفر على هاد السيئه شوف الا ما تبعتش مني راك غادي تكفرني ونخدم معاك يديا لا يا ودي قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بنادم هو الشيطان واعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي الا مشيتي في حالك وطفي عليا هذا الغضب وبعد منا ولا راني نجذب عدو أردوا بالكم أسيادي لا تنزلوا حتى توقف الماشينة تماماً أنك الله ما تخافش كان عارفوا القاعدة أنا رفعت لي صافت في الماشينة سيدي حرازم يا سيدي ترخ السلام الله ينكم الله يسلمك وسامحنا في شقا كاس الحنفي الشقا ديالكم ماشي الشقا ديالنا أنا وحسي الحنفي راك تعذبتي معنا إنما اللي كان طلب منكم هو تسمحوا لي في ذاك ثمرة اللي تسببتكم فيها هاي لا حتى أنت أسي الحنفي هذا خير مكتب الله كي يتصرف السي حنفي نزل راه بدا كيتحرك العنوان دابا راه عندكم الى هداكم الله غير تفكرونا وكتبوا لنا واخا غير تهنا وحتى ترى العنوان عندك دابا قلتي غادي نوقفوا في سلا اييه وعلاش ما نمشيوش بحالنا قاصدين
ما عندنا لاش هاد السربه، نعاودو نشوفوها عاوتاني السلوانيه ونزورو مولاي عبد الله بن حسون وسيدي بن عاشر ونشوفو السلوانيه والرباط العاصمه ونرتاحو يومين او ثلاثه ونعاود نشدو الطريق. ما نعملوش بحال ميت العصر ما الدخبر ما جاب اخر. متفق معاك بالحقايق. هايا عاش كاين في مدينه سلامه؟ كاين غير لوطيل. لا 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 غادي نمشي عند واحد الحبيبه ما فتلتو قدامك. عاود شي مقدم ديال شي سيد؟ مقدم حتى هو بالحق، هذا ماشي ديال السيد. مقدم ديالاش؟ مقدم ديال عيساوة وصاحب الكلام والمنظوم والذكر، واحد الرجل ما عندي ما نقول لك. ياش غادي نقول لك؟ الله يكتب في طريقنا السلامه وهذا مكان. ايوا غادي يجعل الله داك الشيء كل اللي دوزنا حد الباس. اهيا واحد القضيه عجيبه. عماي شفتك ملي خرجنا من فاس ما بقيتي نضمتي والو. يا راه كيتجمع ما عرفاش تفيض الشجيه، راه ما عندك من القلومه والوراق. القهوة بالحليب، قريشلات قريشلات قريشلات، سفن جرمي أتاي من عنا سخون. قهوة بالحليب قريشلات قريشلات. هيا فكرتيني سي الحنفي مسكين، عطانا حتى القريشلات والزبدة والزيتون. القهوة الزيتون المكناسي الرفيع ما قصر شاي معنا مسكين. فدا ما ضاع ديك الجات عما شي بويضة حشام مسكين اللي ما لقاش احنا ومش فرع. البيض مسلاق قريشلات عما شي بويضة عندنا السي الحنفي عطانا كل شيء ما نسى حتى حاجة، درنا العوين على القاعدة دار ولد الناس مسكين. ها قريشلات ايوا تبرد شي شوية شي قرعة هاد المناضة. المناضة على الصباح يا لطيف يا لطيف. ايوا كاين دابا اللي شوف دابا فهاد الناس اللي هما دابا في القطار كاين اللي شاد الطريق من وجهه. ها قريشلات المسكة يا صحابي النغمة عاونوني عاونوني يا صحابي النغمة هذا مرتاح. يا الاخوان سمعوا المداح وعاونوني بموسى راه عاوني تحت حتى يلا. سيادي سمعوا ليا يا سيادي سمعوا ليا، غادي نحكي لكم قصيه جرات بصح وقعت ليا مع مراتي وقت الخطبه. هذاك مول المناضه الا سكتي لنا وبغينا لك الربح. مراتي فنه وزوينه وحسين بنت في المدينة موالفة غير الفارينة الشعير ما عندها رغبة. عيبها الأول تمتامة تاني قصيرة في القامة سالت فيها الحكامة ما تنفع معها رغبة. اللي بلي راسها قصح بغيت انا نرجع نصح ما نخليها شي تتناطح ردها للطريق بالزربة. ودابا هادي مراتي الدوبها يمكن في رقبتي ساعد غير بلاتي تتفضي لي من الجذبة.
معاها بالطيبة كنقول ليها في ساعة الوجيبة راس قاصحية الحبيبة بحالو بحال الخربة كنت معاها المعركة ما نرجعو شراكة عاود صدقو بشي فلاكة بدات كتكرد بالندبة جد ما قضى معاها والو حالها في الجاج هو حالو جد ما قضى معاها والو حالها في الجاج هو حالو غير اللي بغى يشطر بالو ولا فيها يشد الحربة باختصار قلبت لي تلفت لي العبار بدلت اسمي بالمطيار واللي قلت كل لي كذبة ومع المدة بديت نتمتم وحنيت راسي بلا ما ندم وخليتها هي تحكم وانا كان يا اخوتي راه مازال عندي ما نقول والراس راه مازال عامر والطريق باقيه طويله ولكن بغيت واحد المؤمن ولا مؤمنه كل واحد فيهم يعاونني باش مسخ الله اقليل او كثير على من على اللي كيبيتها في الشام ويصبحها في شان على عظيم الشان سيدي ربي سبحانه يا الخوت يا الحباب انا مزوق فيكم اللي خلقنا وقهرنا بالموت الحي الذي لا يموت هذاك المؤمن بغيت ربي لا يخيبك لا في الدنيا ولا في الاخره اسيادي عاونوني في المركوب راه مول الماشينه تابعني من الصباح وما لقيت ليه دربة رانا مازال ما خلصش الورقة اشكون يقول انا بسم الله جاك الخير الله يكتب لك السعادة ومتاع الشهادة هكاك شيفك جاك الخير عادي 4 دريال بغيت لك فيها 4 ديال الحجات على رجليك قول امين هكا سيدي راسي الله يعطيك الخير ويعطيك فين تعملو هاكي المسكين هاري يا لالا هادي 20 درهم سيري الله يحضرك البركة ديال العشرة قولي آمين 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 اللي ما عاود هاد عيت الله آمين هادا ريال الله يخلف حتى هو صدقة مالين ريال ما ترفدوا لي دبينا غير هاو ما عندكم أنا قبار ضيف الله جاك الخير وهادي 10 الله يخلف يا ربي يعطي الخير لأهل الخير قولوا كاع آمين 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 مرحبا بكم في قناة المحبي مسلسلات الإذاعية المغربية سال شي بركة بالحق 20 ريال بزاف أنا غادي نعطيه 20 ريال ونطلب منه يكتب لي هاد القصيدة ولاش عجبتني أنت كيف جاتك يا ما بياش هذا المؤمن عطانا فرانك واحد والحمد لله مازالين القدام في الدنيا يالله سيادي مازال تكبروا معايا الجواد راه مازال عندي ما نحكي لكم وراه مازال خصني 10 او 20 وإلى عاود سعيد عرفوني ما عندي كلمة يا ربي يعطيه حتى ترضيه ولا تغلب زمان عليه يا الله فرحنا خلاص شوية يا اش غادي نقول لكم
مازال خاصني 10 اخرى. يا انت راجل ما عندك فلوس. انت كيظهر لي ما عندك فلوس. اش نقول لك هذاك السيد المدعي؟ عم سيدي اش كاين؟ غادي نعطيك 20 ريال على قد حالي. بالحق غادي نتفق معك. يا الاخوان احنا على ابواب مدينه سلا سلوان. فالى الحلقه المقبله بحول الله مع رحله ابن شامه.